بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عشر. توفيق ذاهب إلى المدرسة. قالت الأم صباحا لابنها توفيق: أنت الآن ذاهب إلى المدرسة. قالت فعل ماض الأم فاعل صباحا ظرف زمان لابن متعلق بقالت وابن مضاف ها مضاف إليه توفيق بدل. أنت ضمير منفصل مبتدأ الآن ظرف زمان ذاهب خبر المبتدأ إلى المدرسة متعلقا بذاهب. وجملة أنت الآن ذاهب إلى المدرسة في محل النصب مقول القول: فتعال لأنظر هل تكون ثيابك نظيفة. الفاء حرف عطف. تعال فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. لي حرف الجذر بمعنى كي. أنظر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر، التقدير لأن أنظر، وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل أنظر في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلق بتعالى. هل حرف استفهام تكون فعل مضارع ناقص. ثيابك اسم تكون مضاف كمضاف إليه نظيفة خبر تكون. ولما تقدم أخذت تنتقده جيدا. الواو حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأخذت أو تنتقد. تقدم فعل وفاعل وجملة تقدم في محل جر مضاف إليه. أخذت فعل ماضي من أفعال الشروع يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تنتقد فعل وفاعل والجملة الفعلية تنتقد في محل نصب خبر أخذت. والهاء ضمير متصل مفعول به جيدا نائب مفعول مطلق، التقدير انتقادا جيدا. ثم قالت له: لا يليق بك أن تذهب إلى المدرسة قبل أن تغسل وجهك ويديك وتمشط شعرك. ثم حرف عطف. قالت فعل وفاعل له متعلقا بقالت لا نافية. يليق فعل مضارع بك متعلقا بيليق. أن حرف نصب تذهب فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل. إلى المدرسة متعلقا بتذهب قبل ظرف زمان مضاف وهو متعلق بتذهب. أن حرف نصب تغسل فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر مضاف إليه. وجه مفعول به مضاف كمضاف إليه. وحرف عطف يديك معطوف على وجهك. وحرف عطف تمشط معطوف على تغسل. شعرك مفعول به مضاف كمضاف إليه. انظر إلى حذائك فإن سيره محلول، وإلى ردائك فإنه وسخ. انظر فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلى حذاء متعلقا بأنظر، وحذاء مضاف كمضاف إليه. الفاء حرف التعليل. إن حرف مشبه بالفعل. سيرا اسم إن مضاف هو مضاف إليه محلول خبر إن. وحرف عطف إلى ردائك فإنه وسخ معطوف على إلى حذائك فإن سيره محلول. إن أول شيء يجب عليك عمله صباحا هو أن تكون نظيفا. إن حرف مشبه بالفعل. أول اسم إن مضاف شيء مضاف إليه. يجب فعل مضارع في محل جر نعت لشيء. عليك متعلقا بيجب. عمل فاعل مضاف هو مضاف إليه. صباحا ظرف زمان هو ضمير فصل. أن حرف نصب تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر إن. نظيفا خبر تكون. فاقتدي بوالدك في ذلك. الفاء حرف عطف. اقتدي فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. لوالد متعلقا بالفعل اقتدي، ووالد مضاف كمضاف إليه. في ذلك متعلقا بالفعل اقتدي.
ألا تعلم يا ابني أن وجودك في المدرسة على هذا الحال يعد تحقيرا لمعلمك؟ ألا حرف تحضيد تعلم فعل أفعل يا حرف نداء ابن منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أن حرف مشبه بالفعل وجود اسم أن مضاف كمضاف إليه في المدرسة متعلقا بوجود على هذا متعلقا بوجود الحال نعت يعد فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية يعد في محل رفع خبر أن تحقيرا مفعول به لمعلم متعلقا بالفعل يعد ومعلم مضاف كمضاف إليه وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي تعلم أما عندك الأشياء اللازمة للمحافظة على النظافة أما حرف التنبيه عندك في محل رفع خبر مقدم مضاف كمضاف إليه الأشياء مبتدأ مؤخر اللازمة نعت للمحافظة متعلقا باللازمة على النظافة متعلقا بالمحافظة فهناك الطست والماء والصابون والمنشفة والمشط والفرشة الفاء حرف عطف هناك في محل رفع خبر مقدم الطست مبتدأ مؤخر وحرف عطف الماء معطوف على الطست إلخ فاتعظ توفيق بكلام أمه وعاد إلى حجرته الفاء حرف عطف اتعظ فعل توفيق فاعل بكلام متعلق بالفعل اتعظ وكلام مضاف أم مضاف إليه وأم مضاف هي مضاف إليه الواو حرف عطف عاد فعل وفاعل إلى حجرة متعلق بعاد وحجرة مضاف هي مضاف إليه وبعد أن غسل وجهه ومشط شعره ونظف حذاءه حمل كتبه وذهب إلى المدرسة كما رأيت في السورة وحرف عطف بعد ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل حمل أن مخففة من أن واسمها ضمير الشن محذوف غسل فعل وفاعل وجملة غسل في محل رفع خبر أن التقدير وبعد أنه غسل والمثل المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه وجه مفعول به مضاف هو مضاف إليه وحرف عطف مشط فعل وفاعل شعر مفعول به مضاف هو مضاف إليه وحرف عطف نظف فعل وفاعل حذاء مفعول به مضاف هو مضاف إليه حمل فعل وفاعل كتب مفعول به مضاف هو مضاف إليه الواو حرف عطف ذهب فعل وفاعل إلى المدرسة متعلقا بالفعل ذهب ك حرف الجد ما مصدرية رأيت فعل والتاء فاعل وما المصدرية والفعل رأيت بعدها في تأويل مصدر في محل جد والجار والمجرور متعلقا بالفعل ذهب والتقدير كرؤيتك في السورة متعلقا بالفعل رأيت والله أعلم بالصواب.